شو عملت؟ هي ام حاتم مرة مقدرة وما لها عملت لك شيء، ليش هيك ساويتي؟ أنا مرضانة، أنا قلبي قامتني من قصة بنات الأداء. أنتِ مو نازلين بنات أدانيكي؟ نادي احكي لي. أنا مرضانة. خير بشو؟ يمكن معي السن. يا لطيف يا لطيف الطف يا رب. بكره بتأكد، بكره رح شوف التحليل. عرفتي ليش عم بعد عنكم؟ لكن ليش تحججت انه بنات ادانيها نازلين؟ والله ما بعرف شو بدي لك، هي غريبه هلا استمعت. خلص شريفه لا تقلي لي شيء، انا بيت ابو عصام كله مع الدوسه. يو يا عمو ما بيجوز هالحكي. خلصنا بقى شريفه، شو بيجوز وما بيجوز؟ ليكون بدك تعلميني شو بدي اعمل يا عمو. ما التحليل لسه ما طلع، ليش خايفه كل هالقد؟ بكره بيرجع ابو عصام بالسلامه وبيعمل لك دواء وبالطيبه باذن الله. اسمعيني منيح، بدي اقول لك كلمتين. انا ما لازم ضل هون، انا لازم ارجع على بيتي، لازم اكون لحالي. انا بخاف اعديكم، خايف عليكم كثير. هذا الكلام ما بدي اسمعه منك مره ثانيه ابدا. مو مرت ابو عصام اللي بتطلع وبتسكن لحالها، بعدين انت صرتي منا وفينا، واللي بيصير عليكي بيصير علينا ورح تضلي هون. أنا ما بدي الناس تعرف إني مريضة بالسل، ما بدي اياهم يخافوا مني. أول شيء أنتِ ما معك سل، وتاني شيء ما حدا حيدرى، وبدك تضلي قاعدة هون قدام عيوني، فهمتي؟ أهل أول بيقولوا إذا الوحدة ضاعف شعرها وبهت لونه بتكون حبلة بولد. مدوا إيديكم أشوف، وإذا الوحدة قويوا أظافيرها وطلعوا بسرعة كمان بتكون حامل بولد. وإذا كان إيه ابن عمي، يعني شو طلع معك؟ ما طلع معي شيء، يخرب بيتكم، ليش مبين شيء؟ ما طلع معي شيء. إيه شوف أنا والله هلكتنا عصام، يعني إذا صبي ولا بنت المهم الخلقة التامة. لك ما حكينا شيء ونعمة بالله، بس بتعرفوا اللي رح تجيبي صبي شو رح يصير فيها؟ شو رح يصير فيها؟ رح تنعز عز ماله آخر، ورح تصير أميرة هذا البيت، لأنه اسمها رح يصير أم شوكات، فهمتوا؟ أم شوكات. بس والله ابن عمي هيك مو عدل. شو تفضلتي وليه؟ شو بكي أنت كأنه عم يقرصك دبور؟ آه؟ قوموا التنتين اطلعوا لبرا، قوموا تحركي أنت وياها. بدك تحركوا. امشي امشي. شو دخانه؟ عم تتنتوري فيه قدام ضرايرك؟ لا والله ما عم بتنتور ابن عمي. لا عم تتنتوري. ولا تكوني شادة ظهرك بهذا أخوكي أبو راس بشير. وليش هيك ابن عمي عم تحكي عن أخي؟ ليش هيك عم بحكي عنه؟ على أساس ما بتعرفي شو عم يعمل؟ لا والله ما بعرف شو عم يعمل. ما عم يعمل شيء، بس كبرانة الحكاية معه، ومو عاجبه حدا بالحارة، وعامل لي فيها عقيد. أخي بشير عامل فيها عقيد؟ إيه أخوكي بشير. شيلينا من سيرته، أنا طالع على الحارة، بلكي بنحط بهذا الحرامي فش خلقي فيه، وبس أرجع تفردي لي هالخلقة وبطلي لي هالمتورة، عم تفهمي؟ أمرك ابن عمي. الله معك.
شو نادية؟ كيف صرتي؟ إن شاء الله أحسن؟ حاسة حالي مثل ما أنا. وين كنتي؟ كنت عند أم بشير ومحاتي. أم بشير؟ إيه؟ مو هي حكت عليكي؟ أنت رحتي لعندها؟ معلشي، اليوم رجعت الكبارية من العمرة، الله يطعمنا يا حق، وبدي صفي قلوبنا، وما بدي شي يعكر علي جاية أبو عصام. تعرفيني أحياناً بغار منك؟ ليش يا بعدي؟ ما أنت أصغر وأحلى. مو قصة مين أصغر ومين أحلى، بس لأنك بتعرفي تعطفي وتسامحي وتحني، وهي قوة. أنت قوية سعاد خانم. قومي 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 ناكل، بس مو القشي، القشي ليجي أبو عصام. ها مثل ما بدك. لك أهلي، لك أهلي، بالي حجة إبهام. لك الله يخلي لي، لك أهلي، أهلا، الله يسلمك، الله يسلمك. لك أهلين 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 يا لطيف. شو هالشايات؟ عيق عيق. الله يسلم اليدين. انا رح اشرب كاس الشاي وامشي، وكتر خيرك وبضاي، ما بنسالك يا بنوب. شه 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 شه، شو هالحكي هذا؟ صار فيك مثل ضيف السرسوح، بياكل ويشرب شاي ويروح. احكي لي لشوف، شو حكايتك بضاي؟ خليها على رباك. خليتها؟ شو هالعلاقة هي بهي؟ انا عم اسألك شو حكايتك؟ خليها بالقلب تجرح، ولا تطلع لبرا وتفضح. شو هي الحكاية؟ أي حكاية؟ حكايتي شو بقى؟ حكي لي اياها. حسبنا الله ونعم الوكيل. كمل كاس الشاي ولا قوم امشي. لا طول بالك، حكي لي كاس الشاي. أخي استودعناك بأمان الله. لوين 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 سكري لوين هاي؟ أخي بلاد الله واسعة. السلام عليكم. صلي على النبي يا أخي، صلي على النبي. لا لا نورتنا يا أبو حاتم. لا تسلم يا الله، يخلي لي اياك ولا يحرمني من هالطلة بجاه سيدنا محمد. شو وين عدو؟ الله يعافي قلبك يا مرت عمي. تفضل تعال. هلا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. شو هذا؟ هي لك هديه ثانيه مع مرتك. امي والله غلبت حالك. هي الله يخليك. تفضل ارتاح. كيفك صهري؟ الحمد لله. يا ميت اهلين وسهلين. الله يسلمك والمأهل. طمني عمي. الحمد لله يا عمي. سلمت لي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم عليه. احكي لي يا ابي. شو اخبار الحاره؟ الله يا عمي. هاي اجت كورة. الحمد لله. الله ينور عليكم. محمد الرسول. على جيتك يا عمي. ايه نورت نورت عمي. اشرب. يلا سموا بالله. لك فزلوا يا جماعة. حفظ الله يا هو، حفظ الله يا هو. يلا يلا يلا. الله 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 الله. ليش ما عم تعطوا؟
سؤال صرتك فيا انت؟ ايه ابن عمي بدنا نشوفك. انظر حبي ايدك بس شوفت عينك والله لسه ما لحقنا نوصل، كفتت مشاكل الحركة كلها تفرت كفتي فوق راسي. الله يحمل معك. لا اله الا الله. ابن عمي فوت لعن نادية شوفها. شو بقى؟ فوت انت شوفها. خير ان شاء الله خير. شوكت لا تشغل بالك ما في شيء. شوفي عم اشتغل لك لحشة صوف. يمين من الصوف اللي حكيني الدغري. شوفي انا مرضانة. شوي مرضانة؟ خير ان شاء الله. الحكيم عم يقول لي انه يمكن يكون سل. شو شو سل ما سل؟ تفي من تمك نادى شو عم تحكي انت؟ شو سل؟ شوكت اهدى خليني احكي لك. احكي احكي عم اسمع. انا كان لازم اليوم نروح ساوي تحليل دم بس ما رحت. لك ليش ما رحتي؟ استنيتك وبعدين اكلنا اش. معلش شوكت خلينا نستنى لبكره لنشوف الحكيم شو بده. خير ان شاء الله. لا ان شاء الله خير ان شاء الله. خلص وكلي الله ان شاء الله خير.